اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لكم ابطالنا النهارده الووتر بولو فريق 2005 او تحت 15 سنه. الفريق عمل انجاز كبير، خد بطوله جمهوريه. وزي ما قلت لكم ان الووتر بول كان بعيد، وكابتن وائل عزت وكابتن وليد عزت حطوا دماغهم في اللعبه ورجعوها تاني الحمد لله لمنصات التتويج. برحب طبعا بفارس محمد كابتن الفريق. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا كابتن، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا ياسين علي احسن لاعب في البطوله. اهلا بك ياسين. ازي حضرتك؟ ألف مبروك، يعني إنجاز كبير يعني. الله يبارك فيك. طيب نروح لفارس. فارس، يمكن بطولة كانت مهمة، وبطولة كان فيها ماتش مع هليوبلس قوي جدا. كل الماتشات من أول البطولة كانت صعبة طبعا. طب إيه رأيك نشوف كده تقرير عملناه عن البطولة ونرجع تاني؟ أعزائي المشاهدين خلينا نشوف تقرير عن البطولة وأرجع لحضراتكم تاني. نجح فريق كرة الماء مواليد 2005 بالنادي الأهلي في إضافة سطر جديد من سطور الهيمنة الحمراء على ألعاب الماء بحصد لقب بطولة الجمهورية. وتمكن المارد الأحمر بقيادة كابتن توفيق أحمد مدرب الفريق من التتويج باللقب إثر تغلبه على هليوبلس في المباراة النهائية بنتيجة 7-6. أقيمت المباراة النهائية على حمام سباحة الأهلي بمقر النادي في الجزيرة، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، إلا أن الأهلي نجح في اقتناص البطولة. قدم الفريق خلال مشواره بالبطولة عروضا قوية والتي شهدت تألق جميع اللاعبين، خصوصا إسماعيل الخواجة حارس مرمى الفريق الذي قدم مستوى أكثر من رائع، وخصوصا في المباراة النهائية. وقدم نصور القلعة الحمراء ملحمة استثنائية في المباراة النهائية أمام هليوبلس، بعدما استطاع الفريق عمل ريمونتادا أدهشت كل من تابع المباراة، ونجح في تعديل تأخره في الأنفاس الأخيرة من اللقاء إلى فوز مثير بنتيجة 7-6. ليؤكد أبناء الأهلي أن روح الفانيلة الحمراء شيء لا نفقده أبدا، وليس مجرد شعار رنان، بل مبدأ وركيزة أساسية تتوارثها الأجيال داخل جدران الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها البطولات. ولأنه النادي الأهلي، فلم يكتفي أبطال بطولة الجمهورية 2005 في كرة الماء بالتتويج بلقب البطولة، فقد نجح أحد نسوره في حصد جائزة أحسن لاعب في البطولة عن جدارة واستحقاق، والتي كانت من نصيب ياسين علي لاعب الفريق، والذي قدم مستوى أكثر من رائع على مدار مشوار الفريق في البطولة، خصوصا في المباراة النهائية. ليواصل قطاع ألعاب الماء بالنادي الأهلي حصد الألقاب والكؤوس في مختلف المراحل السنية، مما يؤكد أنه من أنجح القطاعات الرياضية بلا منازع، وشهادة لجهاز القطاع برئاسة وائل عزت ومعاونه محمد فاضل نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج نائب مدير الجهاز، وعمر ممدوح المدير الإداري، وسامح العشري الإداري، وخالد بن عيسى المحلل الفني، وأحمد سمير أخصائي التأهيل، والحسن محمد الطبيب، وسراج الدين محمد مخطط الأحمال، ووليد صفي مدير قطاع الناشئين، وأكرم الحفناوي مدرب حراس المرمى. المكسب الحقيقة بيخلي المود مختلف خالص، يعني الحقيقة الواحد لما بيشوف النادي الأهلي على المركز الأول أو في منصة التتويج على المركز الأول، الحقيقة بتبقى فرحة كبيرة جدا. فارس، يمكن كان في فرحة كبيرة جدا بالبطولة، إيه السبب؟ يعني إن أنت تحقق بطولة في السن الصغير ده، من بداية مشوارك أنت لسه ما بدأتش المشوار في النادي الأهلي، ده مخلي طبعا الواحد فرحان. والبطولة كان كمان صعبة. ليه صعبة؟ ليه صعبة يا فارس؟ البطولة كانت 7 ماتشات، منهم 5 في اسكندرية بره أرضك تماما، بره المحافظة كمان. ماتش سبورتنج كان من الماتشات الصعبة، وبعديها على طول بثلاث أربع أيام لعبت السيمي فاينل، وبعديها أخدت يوم راحة ولعبت الفاينل على طول وعلى أرضك كمان، فكان لازم إن أنت تكسب. فطبعا كل ده كان مخلي البطولة صعبة وليها طعم حلو، كان الفوز كان ليه طعم حلو. أنا شايف ما شاء الله في التقرير وورينا للسادة المشاهدين كان في حضور كتير في المباراة، كان في ناس مهتمة، كان النادي كله يعني حتى اللي ما يعرفش اللعبة، حتى هو ماتش الأهلي واليوبلس معروف دايما ماتش، حتى لو مش فاينل هو ماتش تقيل في اللعبة يعني. احنا كسبنا 7-6 في الفاينل، والحقيقه المباراه كانت ماشيه كلوز جدا، وكان واضح الحماس اللي كان. حسيت في لحظه من اللحظات انت ممكن تخسر؟ لا، حتى احنا كنا حتى في وقت الماتش كنا خسرانين 4-2 فرق 2، بس انا كنت حاسس يعني حتى في كذا ماتش سبورتنج قبل ما نخش كنت واثق من قوه التمرين، فالواحد كان واثق ان هو يكسب ماتش الشمس في السيمي فاينل، لحد ما وصلنا طوال ماتش هليوبلس في الفاينل كنت واثق ان انا هكسب يعني.
حلو الروح اللي انت فيها دي يا فارس، ده روح كابتن الفريق، وانت اسم على مسمى على فكره فارس وانت فارس فعلا. ياسين يمكن انت افضل لاعب في البطوله، لعبته 7 ماتشات زي ما يعني فارس قال، فعشان تاخد احسن لاعب 7 ماتشات مع كل دول حقيقه اكيد كان ليك اداء رائع. ادائك كان عامل ايه في البطوله؟ انا الحمد لله يعني اديت وعملت اللي عليا من البدايه، يعني اول ماتش انت كنت متوفق وحاسس انك كويس، والتاني يعني ساعات بيبقى التوفيق في قبل النهائي والنهائي بيدولك. لا احنا كنا مجهزين كل ده قبليها يعني، كنا بنتمرن جامد وكل واحد بيبقى نازل التمرين يعني في قلبه ان هو يتمرن عشان نكسب. طب كلمني عن لحظه ان هم بينادوا في المايك وبيقولوا جائز احسن لاعب، يعني لما سمعت اسمك كلمني، طبعا في بدايه حياتك وما شاء الله بتاخد كاس، كلمني عن اللحظه دي. طبعا يعني كنت فرحان يعني، كنت مبسوط لقيت اسمي بيتنده بقى. انا طبعا انا كنت يعني حاسس ان انا هاخد احسن لاعب كويس، لان انا حاسس ده انا اتمرنت جامد والحمد لله ربنا وفقني. سبحان الله كل مجتهد نصيب. طب بابا وماما عملوا ايه بقى لما سابوا؟ بابا وماما طبعا عيطوا. عيطوا طبعا. طيب هو انت ليك اخوات بيلعبوا سين ووتر بول؟ انا عندي اخ اسمه يحيى 2007 اصغر منك، هو بيلعب سباحه. بيلعب سباحه مش ووتر بول؟ لا. طب ايه اللي خلاك تروح ووتر بول؟ انا الفكره كلها انا كنت بلعب سباحه برضو. طيب وايه اللي قلب القلبه دي ولا مدربين؟ انا لا مش مدربين، انا شفت لقيت كره المايه وكده، كنت بتمرن سباحه عادي، فلقيت بقى في فرقه بتتمرن بيلعبوا تقسيمه وكده، فيعني اللعبه شدتني، فقلت لمامتي نروح نجرب وكده، فهي ساعدتني يعني وقالت لي ماشي ودخلت وبدات وجربت بقى. واتبسطت تلعب هاف انت وفارس بتلعبوا هاف؟ انت قلت لي قبل الهوا والاثنين هاف بيبقوا في الملعب مع بعض. أيوة. فانتوا الاثنين عاملين دويتو حلو جدا. طيب وانت نفس الكلام يا فارس برضو زي ما ياسين قال كده، قلبت يعني انا كنت سباحه في الاول، وماما بقى اللي قالت لي. بس يقال ان السباحين المسافات الطويله هم اللي بينفعوا قوي، ولا ده ما بيكونش بان في سن صغير؟ مش قاعده يعني، ملهاش قاعده مثبته، بس هي الواحد كمان قبل ما يخش اللعبه كان هو بيخلص تمرين السباحه يشوف اللعبه عجبته، فالواحد قال لي جرب والحمد لله النهارده كسبنا ما شاء الله. وكمان ياسين انت بتقول اللعبه عجبتك، يمكن اللي عجبك في اللعبه ان في احتكاك يعني. السباحه دايما انت بتعمل اكتر من انما في احتكاك وفي فنتات وفي يعني الموضوع ده اللي عجب اكتر. ايوه هو السباحه بقى يعني بنزل بعوم لوحدي يعني انا بحقق لنفسي بس، لكن كره المايه بيبقى في بقى تعتمد على الناس فرقتي المدربين بالظبط. وعايز اقول لك ان اللعبه صعبه برضو يا سيدي يعني اللعبه مجهده. انا ما شاء الله بصوا يا جماعه وليها الامور والتشجيع، احنا ان شاء الله باذنك يا رب هنزع لكم ماتشات ووتر بول ان شاء الله. يعني الحقيقه انا من الماتشات او من الرياضات اللي انا بحبها جدا وهنسجلها وهنزعها او هنزع هوا، يعني احنا شغالين على ده ان شاء الله لان دي لعبه ممتعه. طب قول لي اللعبه دي مشابهه لكره اليد شويه؟ بتشوف حاجات في كره اليد ممكن تطبقها في الووتر بولو؟ لا انا ما بشوفش، بس انا كنت بلعب كره يد زمان اصلا. كنت بتلعب كره يد كمان في الاهلي؟ كره يد وسباحه ووتر بول. لا بس ده يعني زمان قوي وانا صغير يعني. انت فاضل لك كده ما شاء الله باسكت وتلعب مثلا ممكن وفولي وتبقى كده باسكت. بس كويس كل ده بيدي خبره للعيب. اما هو كره اليد بقى مع السباحه يعني جمعتني. انت ووتر بول برافو عليك. طب وفارس نفس الكلام، لعبت حاجه جماعيه بكوره ولا هي سباحه بس؟ هي سباحه بس. واحد الحمد لله عجبته اللعبه ما شاء الله. طب مين مسك الاعلى فارس؟ يعني اي حد لما تساله دايما بره في اللعيبه الاوروبيه هتلاقي فيه لعيبه زي دوسان مانديتش مثلا، والواحد نفسه ان هو الناس تتكلم عليه كده زيه. ده الصربي بيتهيألي صربيا ده احسن لعيب في العالم دلوقتي ما شاء الله. برضه بيلعب هاف ولا بيلعب يعني نفس مركزه واشول كمان. انت اشول لفارس؟ لا سواء انا بلعب على الغلط بتاعي. وياسين انت اشول ولا لا؟ يعني انتوا الاثنين بتلعبوا بايدكم اليمين ده عادي؟ يعني السناتر يلعبوا بايديهم الاثنين يعني مش واحد عكس الثاني؟ لا مش خلي بالك احنا بنعرف الناس برضه الايه التفاصيل. طب قول لي يعني انتوا دلوقتي تحت 15 عندكم تحت 17 تاني بعد كده بتطلع درجه اولى مظبوط ولا انا غلطان؟ مظبوط. طيب هل تم استعانه بيكم في السن ده تتمرنوا حتى مع الدرجه الاولى؟ في حد منكم طلع ولا لسه؟ لسه ممكن في السنين الاكبر مننا السنتين الاكبر مننا لكن عمومي فيرست تيم لسه. طب انت يا فارس انت بتدرس ايه؟ يعني بدرس بتدرس ايه في سنه كام؟ اولى ثانوي. اولى ثانوي لسه صغير. يعني انا فاكرك في جامعه، ده انا بقول بتدرس ايه او ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، انتوا الاثنين في اولى ثانوي لسه. ايوه عشان انت داخل بقى على المفرمه يا فارس انت. بس انت جاهز لها؟ كده كده. وانت ياسين نفس الكلام اولى ثانوي؟ ها. طب وشايف الموضوع ازاي؟ انت في ناس بتيجي عند السماعه ما تقول لك يا عم لا خلاص رياضه انا مش عايز، ولا هتكمل؟ لا هكمل طبعا.
يعني عندك اصرار و... عندي اصرار عندك في الاثنين. خلي بالك هتتسحل. لا عادي. السحل خلي بالك، انا مهندس واتسحلت يعني وانا بلعب وانا صغير، كنت بتسحل عشان اخش هندسه واتسحلت وانا في هندسه. فالموضوع هيبقى صعب. مستعدين للتحدي ده؟ مستعدين طبعا ان شاء الله. طيب قول لي، كلمنا عن زمايلك ياسين، يعني انت مع زمايلك برضو لما حد بيلاقيك انت احسن لاعب، كلمنا عن مشاركه زمايلك لفرحتك دي، رد فعلهم كان ايه؟ هما طبعا فرحوا لي، هما اصلا اكتر ناس بيدعموني، يعني هما كانوا بيدعموني ومستنين مني الجائزه دي. يعني انت حسيت ان هما فعلا فرحه من قلبهم. طب ده يعني بيتهيألي ده بيحل الدنيا طبعا. يعني بتلاقي لما تلاقي زمايلك روح النادي الاهلي طبعا. لا ابني تاني كده معلش الكلمه، روح النادي الاهلي عيني عليك. ايوه فارس سمعني الكلام الحلو ده اللي انا بحبه. الواحد لما يلاقي الفرقه كلها في هدف واحد ويتحقق طبعا الفرحه بتبقى طعمها. طب ايه اللي اتعلمته تاني من النادي الاهلي؟ انت بتقول روح النادي الاهلي والمكسب، يعني بص كل بيفرح وكل مبسوط والفرحه جميله، ايه اللي اتعلمته من النادي الاهلي؟ هو احنا البطوله اللي فاتت قبل لما نكسب البطوله دي قبلها كان ظروف الكورونا وكده، فالواحد ما كانش موفق ان احنا نكسب البطوله، ولكن على طول ما خدناش راحه تقريبا 3 ايام من البطوله للثانيه، وبدانا فتره الاعداد على طول وركزنا على طول. فالواحد دايما ان هو يبقى في نادي على طول هدفه ان هو يبقى رقم واحد في اي لعبه، ده بيحطك تحت ضغط وبيعلمك المسؤوليه، زي ان انت تبقى مسؤول تجاه النادي وتجاه المدربين، المنظومه كلها بتشتغل عشانك بتوفر لك حاجات. فالحمد لله يعني الواحد لما بيحقق المطلوب منه الحمد لله بيفرح يعني. بس عايز اقول لك يا فارس، انت كابتن فريق يعني كويس جدا، بتحدث والله بجد يعني، كابتن فريق شاطر وبتتعلم يعني، بتعبر صح عن فرقتك وعن النادي بتاعك. برافو عليك، لسه بدري. بس انت يعني ما شاء الله يعني، انا شايف ان انتوا جيل هايل وهيبقى نواه كويسه جدا للفريق الاول. بتحضروا ماتشات الفريق الاول؟ طبعا. بتحضر يا ياسين؟ طيب عندهم ايه الماتش الجاي؟ شوف بقى انت مذاكر ولا لا. عندهم فاينل مع هليوبلس. فاينل الجمعة. فاينل ايه؟ كاس. صح، برافو عليك. هو كده مذاكر بقى، تروحوا؟ هروح وارفعها 2003 كمان عندهم فاينل. ايه ده انت مذاكر؟ طب الماتش بتاع الفاينل بتاع الفريق الكبير فين؟ الفريق الكبير في الشمس. ايه ده مذاكر كويس قوي. كلنا لازم نحضر طبعا. طب وهتشجع وهتروحوا كل الفرقه رايحه تتفرج؟ كلنا بنروح. توقعاتك ايه للفرقه الكبيره؟ ان شاء الله احنا اللي نكسب. ايوه بصوا عاجبني والله العظيم انتوا طالعين يعني. لا احنا. طب قول لي 2003 عندهم ماتش امتى؟ الساعة كام وامتى؟ عندهم المفروض يوم الأحد اللي جاي اللي بعده، مش ده هيبقى تقريبا الساعة 9:30. طيب أو 9. وأنت يعني 2003 الأكبر منك طبعا، يعني بتعملوا ماتشات مع بعض أكيد في الإعداد بتاع لما كنا مع بعض. يحصل الكلام ده. يبقى الفريق الصغير بيلعب الفريق الكبير، كان مين بيكسب بقى من هم ولا أنت؟ هم هم اللي بيكسبوا. الساعة كلنا متعلم من بعض يعني. بيكسبوا هم فعلا؟ بيكسبوا يعني، ده مش ده هو لازم وضع طبيعي، بس في ساعات بيبقى الصغيرين بيكسبوا الكبار يعني. اهم حاجه ان تستفاد يعني، دي اهم حاجه. وهم بيعلمونا حاجات ساعات لما نقعد معاهم، يعني احنا بنتمرن معاهم ساعات في لعيبه بتتصعد للفرقه الاكبر منها، فبيحاول ان هو يتعلم منهم حاجات، بالذات ان هم كمان فرقه سوبر يعني، عندها في كل مركز 3-4. فلما انت تتصعد معاهم وتلعب معاهم وهم كاملين اصلا، فدي حاجه طبعا لازم. مصعدين منكم لعيبه معاهم؟ كم لاعب من عندكم؟ حاليا لا، هم خلاص بداوا البطوله واحنا كانت بطولتنا ماشيه معاهم. لا في التدريبات كان مين معاكم متصاعد؟ كان عادل معانا، ياسين معانا، وكان خواجه بيتدرب معاهم الجون، وانا كنت بنزل معاهم، وجوده محمد جوده الفرود، احنا كنا بننزل معاهم نتمرن ما شاء الله. وخلي بالك برضو الخواجه خد احسن حارس مرمى، صح ولا انا غلطان؟ لا طيب وخلينا نقول برضو انه اكيد اتعلمت حاجه من مدربينك، مين المدربين اللي كانوا في حياتكم ليهم تاثير كبير ما تنساهوش طول عمرك مش هتنساه؟ لا ده كتير جدا. لا قول لي واحد، قول لي اثنين ثلاثة، قول اللي عايز تقول. صعب والله. طب قول. كتير جدا يعني، هو من اول المدارس يعني، كابتن محمد، كابتن عمرو مروان بكابتن شابو، كابتن عمر. انت طول عمرك الجزيرة ولا كنت في مدينة نصر؟ في مدينة نصر اصلا. مدينة نصر اصلا. تمام. وكابتن عمر وكابتن شاب وكابتن باسم، كل دول ناس ليهم فضل ان انا ابقى كابتن فرقة اصلا، هم اللي ادوني الثقة دي. وبعد كده الجهاز اللي موجود دلوقتي كابتن عبد الرحمن وكابتن محمد وكابتن طبعا على راسهم كابتن توفيق. فكلهم يعني بتعلم منهم، كابتن توفيق طبعا كابتن فرقه طول حياته طبعا، فالواحد بيتعلم منه. انتوا بتحبوه كمان. طبعا. الواحد نفسه يبقى زي كابتن توفيق طول حياته كابتن فرقه ان شاء الله يعني. تبقى وهو اكيد يتمنى تبقى احسن منه. وانت يا سيدي ان شاء الله. مين المدربين اللي اثروا معاك؟ احنا يعني نفس المدربين برضه. كنت كابتن في مدينه نصر، كنت معاه في مدينه نصر وجيت من فرع مدينه نصر للجزيره. ايوه نفس المدربين بنفس نفس
طيب وفي وقت الاختبارات اللي انتوا اختبرتوها، لان طبعا لما ضموكوا حصل اختبارات بيبقى عدد كبير من اللعيبه، أيوه. اتوفقت من الاول ولا يعني تم اختيارك من الاول؟ اه الحمد لله اتوفقت من الاول. كان الاختبارات دي بتبقى في نادي الجزيره، يعني كل فتره بيعملوا المدارس اختبارات. احنا عملوا ثلاث اختبارات. انت توفقت فيهم على طول؟ اه الحمد لله. طبعا ما شاء الله احسن لاعب، وكمان معايا كابتن فريق، انت برضو توفقت في مصر على طول. الحمد لله. برافو عليك يا فارس، يعني انا مبسوط منك جدا والحقيقه احنا حريصين ان احنا نجيبكم معانا، لان انتوا قدوه كويسه جدا لاي حد يعني اصغر منكم، وشايف انتوا ما شاء الله وصلتوا لايه. اشكرك يا فارس، شكرا جزيلا كابتن فريق، وان شاء الله الفتره الجايه نبارك لك على بطولات كتير ان شاء الله. ياسين بشكرك، شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، وان شاء الله الفتره الجايه نبارك لك ان شاء الله على بطولات اكتر ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وهنستقبل فيه كابتن توفيق احمد والخواجه، طبعا اثنين كابتن مدير فني الفريق ولاعب ايضا او حارس مرمى الفريق، ولكن بعد الفاصل.